واحد بيسأل بيقول لماذا لا نشكر بيلاطس البنطي وكل الذين قاموا بصلب المسيح لأنه على أيديهم تمت عملية الفداء. هم لم يقصدوا الفداء وما كانتش نيتهم طيبة في هذا الموضوع. ده بيلاطس صلب المسيح عن جبن ويهوذا سلم المسيح عن خيانة ورؤساء الكهنة والشيوخ قدموا المسيح للصلب عن غيرة وعن حسد فما كانش عندهم النية الطيبة للخلاص عشان نشكرهم عليه. بيقول افرض كان بيلاطس شخص شجاع وما صلبش المسيح كان هيجي واحد جبان تاني من نوعه ويسلم المسيح للصلب. يعني المسألة هو ما فيش جبان غير بيلاطس، في كتير.